اليومي. واليوم نحن في سيما بولاية إزكي بالمنطقة الداخلية. قريتنا الجميلة نسبتها العليلة، قريتنا الجميلة نسبتها العليلة، هذه قريتنا وتربتها الأصيلة، تربتها الأصيلة. قريتنا بلادي. وفي ولاية إزكي العديد من القرى الجميلة، ولكننا اليوم سنتجول بين أماكن مختلفة في سيما، وسنتعرف لماذا سميت بهذا الاسم. وكذلك سنتجول بين أفلاكها وآثارها ومزارعها الخضراء. وأيضا ما ننسى فقرة سؤالنا اليومي بالرسائل القصيرة، فمرحبا بالجميع. تكثر في عماننا الغالية الأفلاك بأعداد كبيرة، وتختلف في أنواعها مثل الداؤودي والغيلي والعيني. ونحن الآن بالقرب من هذا الفرد في سيما، وتظهر فيه مهارات في البناء وفي نظام الري. وهذه الأفلاج كانت المصدر الأساسي للمياه في الشرب والسقي وغيرها. واعتمد آباءنا على الأفلاك في ري المزروعات بشكل كبير، خاصة في الأماكن الجبلية. وهذه
على الفلاقي واحد، قال فلق العين واحد، وفلق داود هذا فلق عالي اثنين، وفلاق عين عرض الثنينة أربعة، فلق المعمور خمسة، فلق بالغاف ستة، ستة أفلاق. على شق نسيم العلاية وشق نسيم السفالة كان فلق قال الحائط، وفلق الحواقر هذا أبو شقنا، ويلوهم قسم من فلق السفالة. ونواصل تقديم حلقة اليوم من قرية سيما بولاية إزكي. وشو عندنا الحين يا فاخرة؟ عندنا فقرات حلوة بس بنتابعها بعد الفاصل. هذه الفقرة وبنشوف فيها الفضيات الحلوة. صحيح يا سناء. الوالدة خبرينا عن هذا. هذا صمت يلبسوه في العيد مناسبات عرس. هل بناغي حلو حلو. وهذا زين. هذا هنا يلبسه، يلبس لبس الدشدافة، تشدي بها الدشدافة يقال لبرة. طيب خالتي هذا فين يلبس؟ هذا هنا يلبسه حقام. في كل المناسبات ولا في أيام العادية؟ في المناسبات أو أيام عادية حي الله، إلا الحزن ما يلبس. يعني في وقت الأحزان ما يلبس؟ فرح يعني في عيد. إنزين الوالدة من متى تلبسوا هذه الأشياء؟ هذا من 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 زمن سعيد بن تيمور. يعني هذه من 100 سنة يعني ما الأول؟ هي ما الأول، لكن عادوا تو هذا تركوه وتو أشوفهم يلبسوا مرة مع الإفراح. هي تو ما يلبسن ذهب، هذا يلبسن رقع القديم. يرقع ترى هذه الأختم هذا اللي قال له شواهد يلبسوه هنا. حلو حلو. هذه اللي هنا هو مال وسطه. مال وسط؟ إيه مال وسطه. طيب الوالدة إيش هذا؟ هذا حرز مسلسل قال له. حرز مسلسل. هن يلبس؟ يلبس هنا.
حتى لا بغيت تلبسيهن كلهن. هذا كله فضة؟ هي فضة هي. هذه فضة أول بعدها أصلية. هي. هذه يعني مصنوعة في عمان ولا؟ آه مصنوعة هنا في عمان نزوة سمايل. عمال الداخلية. هي. حتى إلى تو تصنع بعدها. هي. هذا الحلق. سويا في الدنيا. نعم. أخواننا الصغار فعندهم ألعاب. هذه الألعاب تلعب في الكثير من القرى العمانية ومتشابهة، لكن أحياناً الكلام فيها مختلف. سلم دلم عن قلة دمجتنا غنيمة تصبح بي جاء جملها ودعوعو توخذ غضم ومتزوع يا عمدو يا خالتي كفي هذا ورخي هذا والمسك والعنبر كله في هذه. سلم دلم عرق اللدم قدنا غنيمة تصبح بي جاها جملها وتعوعه توخل غضومه ومتزوعه يا عمتو يا خالتي كفي هذا ورخي هذا والمسك والعنبر كله في هذه. سلم دلم عرق اللدم قدنا غنيمة تصبح بي جاها جملها وتعوعه توخل غضومه ومتزوعه يا عمتو يا خالتي كفي هذا ورخي هذا والمسك والعنبر كله في هذه. سلم دلم عرق اللدم قدنا غنيمة تصبح بي جاها جملها وتعوعه توخذ غضومه ومتزوعة يا عمتو يا خالتي كفي هذا ورخي هذا والمسك والعنبر كله في هذه. سلم دلم عرق اللدم قدنا غنيمة تصبح بي جاها جملها وتعوعه توخذ غضومه ومتزوعة يا عمتو يا خالتي كفي هذا ورخي هذا والمسك والعنبر كله في هذه. ونواصل معكم جولتنا في قرية سيما، ومثل ما تشوفوا نحن الحين في هذه الواحة الخضراء. قرية سيما تجاورها قرية مقزح، وهاتان القريتان مثال للخير والعطاء. صحيح يا أصدقائي، لأن فيها الخير الوفير وخاصة المزروعات. والمتجول بين مزارع النخيل سيشاهد مناظرها الخضراء والخلابة وأنواعها وخاصة في الصيف. والنخلة عندنا لها أهمية كبيرة يا إخواني، فهي تعطينا الرطب والتمر للأكل وجذوعها للبناء. وحتى لو قمنا ببناء المنازل من الإسمنت والحديد، لكننا نستفيد من النخيل ومخلفاتها.
هناك من يعمل من جذوع النخيل اكسسوارات للمنازل وأماكن الجلوس. فأما تمرها أصبح تصنع منه مأكولات مختلفة مثل الشوكولاتة وغيرها. أيضاً ما ننسى الآثار المنتشرة في ربوع الوطن. صحيح يا فاخرة، ففي سيما آثار كثيرة مثل الأبراج والبيوت القديمة. اسمها ولو حذفت منها الياء بتكون سما مرتفعة، مرتفعة للجبال ومرتفعة للشمال، فسميت سيماء باسم الجود. وأرض شرفت بقدوم ملك به تختال بالبشرى اختيالا، فهذا الشعب يهتف بافتخار يهنئكم وللوجه ابتهالا، فتلقاهم ونور الوجه طلق له بشرى المسرة والجمالا، لأنك إن وطأت تراب أرض يطيب ترابها والشر زالا، يكون ترابها مسكا زكيا ومن حصبائها دررا تلألا. هو السلطان قابوس المفدى، كريم سبق نائله السؤالا. هو الملك الذي ما زال يبني بناء للعلا أرقى منالا، به صارت عمان تتيه فخرا، وفي أيامه تاه الدلالا. بنيت لها مقاما في المعالي وفخرا لا يزال ولن ينالا. هي العين المنيرة في سماها، ونور العين أنت ولا جدالا، فإن النهضة الغراء زاحت ستار الظلم وانخذل انخذالا، فتغرس في نفوس الشعب أمنا وتوسعهم بلا من نوالا، فعاش الكل في أمن ويسر، وكان مقامكم فيهم كمالا.
والحين بنطرح عليكم سؤال اليوم، والسؤال يقول لحظة أنا بقول السؤال، تفضلي. والسؤال يقول أين توجد قرية سيما؟ هل في ولاية إزكي؟ أم في ولاية لمصنعة؟ أم في ولاية صلالة؟ وعندكم الخيارات. تقع قرية خلوف على بحر العرب، ويمكن للزائر أن يشاهد أماكن جميلة على هذا الشاطئ. أصدقائي المشاهدين، حلقة اليوم من قرية سيما بولاية إزكي انتهت، وشكرا لمتابعتكم، ولكم تحياتي أنا سناء بنت العبد الراشدية، وأنا فاخرة بنت يحيى الراشدية، ومع السلامة.